والكلمة حرة. ميدي مد متواصلة معكم من نص نهار و13 دقيقة منظر بذيا في تود سويت. مرحبا من جديد ساعة. مرحبا بك أمين، أهلا بك، نشوف فيك الصباح، نشوفك في القايلة وربي يستر، لازم نشوفك ليله في الليل ولا غدو الصباح تذبح لي العلوش. بون نذبح العلوش يبطى في الهبطه. واكثر من هذا، حتى كنحل التلفزه نتفرج في المسلسلات نتاعي تطلع لي انت هاو برومو هاو مدري شنو يا خويا، ضيقت الليله نقص دخاني في الفريجيدير وكاو. ممكن يسر حتى في التلفزه لقيت، في الراديو لقيت، في الفريجيدير خايف نلقاك مع العلوش. ان شاء الله ذاك حد الباس يمنظرك هاو. ايش قولك في العيد الساعه؟ باي حال عطى يا عيدو، خلينا نشوفوا في كلام ويتقال معك تود سويت، ثم بعد نرجع ننبروا تود سويت. كلام ويتقال. أهلا بكم، عيد بأي حال عدت يا عيدو. في البداية عيد سعيد للجميع، وأعاده الله على كافة الأمة التونسية بالخير والبركة، على كافة الأمة التونسية بالخير والبركة. يأتي عيد الأضحى هذه السنة وتونسنا العزيزة تمر بمرحلة فارقة وصعبة من تاريخها الحديث والمعاصر. فبعد 7 سنوات و8 أشهر من ثورة 14 جانفي 2011، ما تزال الأوضاع في بلادنا لم تستقر بعده، وما زالت الأوضاع الحقيقة توصف بأنها هشة على جميع المستويات، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وطبعا أمنيا. وهي للحقيقة أوضاع صعبة وأحيانا مؤلمة، لكنها ليست بالأوضاع الكارثية أو الأوضاع المفتوحة على سيناريو مؤلم شبيه بالذي عاشته دول مرت بما مررنا به نحن في تونس. ولعل الصور الصادمة التي نشاهدها يوميا في نشرات الأخبار عما يحدث في ليبيا والعراق وسوريا خير دليل على أن بلادنا نجزتها، أي نجزتها، تجاوزت سيناريو الفشل والتقاتل والفوضى والحرب الأهلية. لكن لا بد من الإشارة إلى أن عموم الشعب التونسي يعيش حالة قلق الحقيقة وحيرة وأيضا خوف، خوف من القادم، خوف من المستقبل، فالرؤية غير واضحة وغير مطمئنة بالمرة. وهذا ما يجب أن تدركه النخبة السياسية في بلادنا، سواء النخبة التي تحكم أو النخبة التي في المعارضة، حتى نعيد الثقة المهتزة أصلا لدى كافة شرائح التونسيين، وحتى نبني نموذج بلد حر وديمقراطي، وكل الإمكانيات الاجتماعية والثقافية والتاريخية الحقيقة تمكننا من ذلك. لذلك ويأتي هذا العيد وتأتي الأعياد التي سبقته وتتشابه الأعياد، لكن الحلول نرى أنها للأسف ما زالت تتأخر وربما تزداد تعقيدا. وبهذه المناسبة نأمل أن يكون عيد الأضحى لهذه السنة ونحن على أبواب موسم سياسي وإداري جديد، نأمل أن يكون فاتحة خير نحو مرحلة جديدة أكثر أمنا ورخاء للأمة التونسية. وفي الأخير كل عام وأنتم وتونسنا الحبيبة بألف خير وفي أمن وأمان. كلامه يتقال، كلامه يتقال على وزن رئيس، تحسوا رئيسنا المفدى اليوم منظر بالضيافي عطانا خطبة متاع اسمع بالحق دي مشروع رئيس، تعطينا معناتها في هكا طاولة قدامك. شكون قال لك اللي انا وزن بورقيبة؟ لا خلينا نعطيك اكسكلوزيفيتي. شكون قال لك اللي انا ما كتبتش خطب لبعض الرؤساء؟ كتب منظر بالضيافي كتب خطب لرؤساء؟ شكون قال لك كتبت ولا كتبت وقالوها في التلفزة ولا في الإذاعة؟ طلعوا وخطبوها بالله. ول هذه اكسكلوزيفيتي اول مره تخرج ولا لا؟ ثم اللي يعرفها ثم اللي ما يعرفش فيها. اللي عنده بلومه يكتب للناس الكل اخويا. يا سيدي اوكي في بالك ملا منظر معناها الرؤساء قبل ولا تو؟ يا علاش تسقسي فيا؟ ما لازمني شنو نسقسي فيك عاد سيدي خويا، طيش لي هكاكا معلومه هكاكا وانا من لازم. انا قلت لك شكون قال لك؟ انا خليتها شكون قال في المهموته؟ خليتها في المهموته انا ما عطيتكش خبر. و والحصيف من الإشارة يفهم وانت تبحث عن انت وترجع تلوج على الغرزة. نوعدك نبربشك في الأوف ومبعته ممكن تلقاها. لكن المهم إن شاء الله العيد السنة
يكون عيد فاتحة خير ومرحلة جديدة تدخلها بلادنا. أمين. وأنا كل تفائل بالحق لا بجد برغم الظروف الصعيبة اللي كنت نحكي لك وبرغم القلق اللي نعبروا عليه وبرغم كل المشاكل، لكن أنا عندي قناعة أنه تونس باش تنجزها وإحنا إلى حد الآن نجزنا. أنا ديما نقول لك عندي يومين نسلخ وننقد في السياسيين ونحكم خاصة، لكن الحقيقة وبكل أمانة وبكل موضوعية برغم أن الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية ضعيفة ودون المأمول، إلا أن النخبة السياسية اللي حكمت البلاد معناتها وخاصة في الأربع خمس سنوات الأخيرة الحقيقة حققت حد أدنى من التعايش والتوافق والتعايش المطلوب، وحسنت ووفقت سي أمين في إدارة التعايش بين ناس مختلفين. لذلك إحنا في تونس بلد تعددي حر، أك تشوف الناس كل تخرج تعبر عن أفكارها، لكن ونتنظر الإنجازات الاجتماعية الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية. أنا مشني لا نعرف نمني فيك أنا نعمل في ترانزيسيون على الموسيقى فقط رني أنا مش زايد عليك الإنجازات القادمة وسكتني هاي سيدي. إن شاء الله هذا ما نتمناه، إن شاء الله يا ربي جريها على صلاح. هو اليوم يوم عرفة، نس الكل تحطوا يدينا الرب الفوق وقولوا يا الله استر بلادنا وادعيه لحبابكم ولاصحابكم والناس اللي تعز عليكم، وما تنساوش البلاد باش تدعيوا عليها وما تنساوش البلاد باش تخدموها وتحبوها بضمير. على كل نواصل بعد الفاصل.